النهارده احنا نتشرف بتوقيع بروتوكول مع الجامعه البريطانيه ومؤسسه حياه كريمه. في الحقيقه احنا اصلا نزلنا وبدانا الشغل على الارض قبل بتوقيع البروتوكول. نزلنا في عده مبادرات، منها مبادره انت الحياه اللي تمت بمحافظه الفيوم. طبعا كان في للجامعه البريطانيه دور كبير جدا ومساهمه على الارض معانا في الكره الاكثر احتياجا، منها القوافل الطبيه طبعا بالاضافه الى القوافل الدعم النفسي للمدرسين، ازاي يتعاملوا مع الطلبه، ده برده كان شق كنا شغالين فيه، ودكاتره الاسنان ده برده كان شق احنا كنا برده بنتعاون فيه مع الجامعه البريطانيه. ففي الحقيقه ده غير طبعا دور المتطوعين على الارض من الشباب الجامعه البريطانيه هنا، ازاي مؤسسه حياه كريمه بتبقى هي تعتبر المؤسسه الرئيسيه اللي ضم المظله الشباب المتطوع لخدمه المشروع القومي حياه كريمه، ودورنا كمان ان احنا ننقل المسيره دي لبقيه الشباب حتى الشباب الجامعي، وده هنا دورنا ازاي ان احنا بناخد الشباب الجامعي وينزل معانا على الارض للكره الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه علشان يبتدوا يشوفوا الوضع ويبقى ليهم دور في المشاركه المجتمعيه. استراتيجيتنا الجديده كجامعه ان احنا لازم نربط نفسنا بالمجتمع، والمجتمع يمثل على الماكرو ليفل بيمثل باهداف التنميه المستدامه، على الميسو ليفل وهو الدوله التي نعيش فيها بيمثل باستراتيجيه مصر 2030 اللي منها حياه كريمه. فالبروتوكول التعاون النهارده ما بيننا وبين حياه كريمه بيجسد الفاليوز او القيم التي بتثق فيها اللي بتهتم بيها الجامعه، بيجسد ديت ان احنا بنساعد او بنتعاون او بنتوافق مع اهداف الدوله ان احنا نحقق حياه كريمه. حياه كريمه بالنسبه لنا مش عباره عن مشروع، هو اكتر منه، هو فلسفه حياه. فالطلبه بتاعتنا لو الأستاذ بيخش يدرس الطلبة كويس في الفصل دي حياة كريمة، لو احنا بنساعد المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دي برضو بتحقق حياة كريمة. أي حاجة بنعملها لازم تبقى متوافقة مع هدف الأسمى وهو تحقيق حياة كريمة للمجتمع الذي نعيش فيه. احنا دلوقتي بالفعل أول جامعة في مصر توقع رسميا بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ان احنا نبقى دايما ملتزمين بان احنا كل الأنشطة وكل التعليم والتعلم والأبحاث عندنا تبقى موائمة مع حياة كريمة. الأنشطة فعلا بدأت، يعني الأنشطة بدأت بالفعل مع حياة كريمة. بدأنا من أسبوعين وطلعنا في البرنامج بتاع أنت الحياة، وطلعنا أعضاء هيئة التدريس من عندنا، إذا كان قوافل طبية أو إذا كان طلبة، يبدأوا يساعدوا الشباب في مجموعة حياة كريمة إن هم يخدموا المجتمع.